الأستاذ محمود عبد العزيز منسق عام مبادرة حياة كريمة في محافظة السويس. مساء الخير يا أستاذ محمود. مساء الخير يا أستاذ تامر، إزي حضرتك؟ إن شاء الله تكون بخير. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم، حضرتك منور الشاشة. ربنا يعزك، ده بس من ذوقك. كلمني عن القافلة وماذا قدمت من خدمات لأهالينا في السويس. والله الحقيقة يا فندم إحنا بنشكر مؤسسة حياة كريمة، بنشكر كل الجهود اللي بتتعمل في المؤسسة في الدولة كلها. احنا النهاردة دي القافلة رقم 20 في محافظة السويس بالتعاون مع جامعة قناة السويس. أيوه. كنا متواجدين النهاردة في منطقة من مناطق الأكثر احتياجا بالمحافظة، هي منطقة السيد هاشم، ودي بتتواجد في حي الجناين. واحنا اخترنا المكان ده بالتحديد لان بيضم عدد كبير جدا من الاهالي المحتاجين جدا للخدمات الطبية اللي احنا كنا مستهدفين ان احنا نقدمها في القافلة. الحمد لله احنا كان معانا النهاردة اكتر من 10 تخصصات طبية بشرية، وكمان كان كنا بنقدم الخدمة الطبية دي بالمجان، زائد ان احنا بنقدم الادوية والعلاج كله لكل التخصصات بالمجان، زائد ان كان معانا كمان تخصص طب بيطري، لان طبعا زي ما حضرتك عارف الحي بتاع الجناين ده يعني بيتميز بان هو فيه طبيعه من الريف المصري. فكنا متواجدين بصحبه الطب البيطري عشان يقدم الخدمات البيطريه لكل المزارعين اللي موجودين هناك. وكمان كان في ندوات ارشاد زراعي متواجده معانا، جايه برضو معانا من جامعه قناه السويس من اسماعيليه، عشان يعني نبقى متواجدين في اليوم ده كلنا لخدمة كل أهالي المنطقة وكل المناطق المجاورة. كمان احنا اخترنا المكان بالتحديد بيتوسط حي الأربعين وحي الجناين، تقريبا هم دول أكتر 2 أحياء في محافظة السويس من الكثافة السكانية العالية. فده الحمد لله مكننا ان احنا النهاردة نقدر نخدم أكتر من 1400 مواطن في نفس اليوم في مكان صغير احنا اخترناه كده، جمعية من الجمعيات الخيرية اللي بتشتغل معانا وبتتعاون معانا دايما في كل الفعاليات اللي بنقدمها بمبادرة حياة كريمة في السويس. ممتاز ممتاز، وانا متأكد ان كل اهالينا في السويس كانوا مرحبين وردود الافعال كانت ممتازة، وانا متأكد كمان ان هذه القافلة لن تكون الاخيرة يا استاذ محمود. لا طبعا، الحمد لله احنا عندنا خطة شهرية دلوقتي، احنا متواجدين في محافظة السويس بقالنا اكتر من سنتين بنقدم فعاليات ومبادرات على مدار السنة. بيجي لنا خطه شهريه من الاداره المركزيه، زائد ان احنا طبعا احنا اصلا من السويس طبعا، فعارفين طبيعه البلد عندنا وطبيعه الاحتياجات اللي موجوده للمواطنين اللي احنا بنقدم لهم الخدمات. فبنحط خطه شهريه بيتم الموافقه عليها من الاداره، وبنقوم بتنفيذها طبقا بقى للاحتفاليات او المبادرات اللي احنا بنبقى شغالين عليها. ممتاز. احنا لسه مخلصين طبعا شهر رمضان، شهر كريم، كان في شغل كتير جدا اشتغلناه على الفئات الاكثر احتياجا، عملنا يوم كبير جدا للناس وقعدنا فطرنا معاهم وعملنا مبادره سبيل قدرنا ان احنا نقدم فيها اكتر من 500 وجبه للاهالي في قريه كبريت البحاره. قدمنا اكتر من 7000 صندوق حمايه اجتماعيه لكل الاهالي في كل الاحياء بتاعه محافظه السويس. وطبعا ما انتناش ان احنا نشاركهم كمان فرحه العيد، وعملنا مبادره تكبيرات العيد، ونزلنا في كل الساحات اللي موجوده في المحافظه عشان نقدم التهاني لكل اهالي محافظه السويس. ممتاز، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق دايما في تقديم الخدمات والرعايه والاحتياجات المطلوبه لاهالينا وحبايبنا في السويس الباسله.